احنا مطعم القرش موقعنا متميز جدا قدام جامعة 6 اكتوبر. طبعا عندنا اماكن للعائلات, اماكن للمرقبين المرقبات, نوصل بره, عندنا صناديق حراريه بتحفظ الاكل بيوصل لك سخن زي ما هو كانك لسه اكلينك قاعد هنا في المطعم عندنا. طبعا بالنسبه للعزومات والحفلات جست بيجي قبلها بيوم بيتفق معانا, بنشوف هو عايز ايه ونوفر له هو عايزه كله ونظبط له حفلته ونظبط له عزومته سواء هنا او سواء خارج المطعم. انافس المحلات بالكواليتي بتاعي, بالأسعار بتاعتي, بالنظافة بتاعتي, بالصف, بالشيفات اللي عندي, كل حاجة يعني الحمد لله. اللي بخش عندي هنا بيطلع مبسوط ومرتاح, وكخدمة, كشيفات, كسيرفيس, كنظافة, كل حاجة الحمد لله الحمد لله الحمد لله, وفي أحسن إن شاء الله. وطبعا كل فترة بنعمل عروض حلوة, كل شهرين ثلاثة كده بنعمل عروض حلوة إن شاء الله, وخير إن شاء الله. مطعم اسماك القرش الحقيقة مطعم ممتاز, وانا بقى لي فترة كبيرة باجي هنا, ناس محترمة جدا والكواليتي بتاع الاكل حلو جدا. عارف لو حبيت تاكل سمك تيجي مطعم القرش, خصوصا كمان استاذ محمد اللي هو مدير المطعم حد كويس جدا, والطبق الكويس قوي الجمبري الباتر فلاي بيعملوه حلو قوي, والقرص والناس السمك ممتاز والكواليتي بتاعت الاكل حلوة جدا. يعني قبل ما اجي طبعا انت عارف في الظل اللي احنا فيه دوت, دي بتبقى حته مهمه جدا ان احنا نسال الاسعار. دي كان من الحاجات اللي شدتنا جدا ان تلاقي سعر كويس مع كواليتي ممتازه في الوقت ده اللي احنا فيه. فالاسعار بالنسبه لي فعلا فعلا ممتازه. بيتميز بالطبق السنجاري والجمبري اللي هو معمول جريل, وصينيه القاروص بالبطاطس, غير طبعا السلطات والكاليماري برضو من الحاجات المميزة عندهم, الكاليماري المقلي, الجمبري برضو الجريل من الحاجات المميزة برضو عند القرش. طبعا حضراتكم شفتوا, لكن اللي شفتوه في التقرير حاجة, واللي أنا شايفاه دلوقتي واللي أنا شماه دلوقتي حاجة تانية خالص, حاجة توتر الأعصاب كده بس تنعنش المعدة. أنا في حضرة أسماك القرش. وما أدراك ما أسماك القرش؟ أسماك القرش دي الناس صحاب المكان بيسافروا يجيبوا السمك من مكانه, من بحيرة البرولوس بقى ومن السويس ومن الغردقة, وكل مكان في دول ليه نوعية سمك, يعني يجيبوا ده من هنا وده من هنا وده من هنا, ويقولنا يروحوا بقى من بالليل ويقولنا الفجر بقى. مش قادر اكمل, فانا هضطر اقدم الناس اللي تكمل معايا. بيشرفني ان يكون موجود معانا الشيف محمود رضا. يا شيف ازاي حضرتك؟ حضرتك الشيف العمومي ان شاء الله. ومعانا بقى الشيف شعبان محمد اللي بقى عامل لنا العظمه دي. ازيك يا شيف؟ تحت امرك الحمد لله. والله يا حبايب الله يكرمكم, انتوا موطريني بالريحه اللي انا شماها. تسلمي. والحقيقه الكاميرا اكيد جابت العظمه دي, فاكيد الناس اللي بيتفرجوا علينا هما كمان اتوتروا معانا. تمام. احنا مش عايزين نوتر حد, احنا عايزين نشرح للناس ايه الروعه دي. وندوق ان شاء الله. وندوق طبعا. لا وانا هسيبكم, انت متخيل هسيبكم؟ انا شايفه اشكال صواني وانواع, اشي مقلي واشي مشوي واشي محنط. ثانيه واحده, في سمكيه موتراني, فاسمحوا لي اوريها لكم. اشيل بس الصوص ده, الصوص بتاعها. لا حضرتك سيب لي كل حاجه. انا ماشي. حد واخد باله من السمكه دي بايه؟ دي ورق العنب. دي سمكه ملفوفه بورق العنب, ودي جديده. يعني انا شفت الكلام ده في شرق اسيا وبتاع, بيلفوا سمك بانواع كده من الاشجار, بس برضو احنا برضو كمصريين لينا نكهه كده. احكي لي يا شيف ايه الاول الموضوع الجديد ده اللي ما شفتوش في حته غير بره؟ طبعا الشيف محمود هو متخصص تصنيع, هو يعني ادرى بين انا فاكرك انت محمود. احكيلي احكيلي التصنيع ولا السمك دي؟ احنا لفيناها الاول بورق العنب. تمام. ما خدتش اي حاجه خالص, يعني السمكه جايه خدت لها ملح ولا صوصات ولا بهارات, يعني هي كده بطبيعتها. عارفين يا جماعه ده معناه ايه؟ معناه ثقه الشيف ان السمكه طازه, لا محتاجه تتغطى بتوابل ولا تتنقع في مش عارفه ايه يوم ولا مش السمكية بطعمها. فحدوق برضو اقول لكم ايه الاخبار. عارف
عارفين احنا اللي جايبينها منين، فشايفين شكلها فخلاص هي مش عايزه اي حاجه. انت هتدوقي؟ اه ممكن تدوق؟ اه ممكن ادوق. هو انا جايه غير عشان ادوق؟ طب هاتي انا افتحها لك. لا يا فندم افتحها حضرتك انا بقى سيبك انت. اوه يا لهوي، بصوا يعني هوريكم معلش تاني، بصوا الحكايه، بصوا اللحم لونه ايه؟ ده الصوص من نبات دي يا لهوي. الصوص ده بقى صوص ايه؟ طب هقول لك حاجه، الاول انا هدوق الاول من غير صوص لان دي طبعته. ايه؟ اه تمام بموضوعها دي بالمناسبه دنيس. يا حلاوه الدنيس. الله يكرمك. الله يرضيك. الله يكرمك. دوق بالصوص بقى عشان تتاكل الصوص بتاعها. دوق الصوص بقى الاول. مش قادره. لا دوق الصوص بعد اذنك. مش قادره اضيع الطعم الحلو ده. بالفن. ده صوص زبده بالايه؟ ده صوص بالحاجات. زبده نيوزيلندي بزبده بلدي بكريمه. المفروض ما اقولش الكلام ده بس دوق عشان لو احنا شرحنا كل حاجه طبعًا. وقت الحلقه مش هيكفي. لا خلاص. في حاجات كتير عايز اقولها. استنى عشان حته صغيره عشان براحتك. يا لهوي. الوليمه دي كلها عشانك، دوقي براحتك. يا لهوي. ده احلى بألف عام. الله بألف عام. روعه. طب استنى انا شايفه حاجه بشوفها في ناشونال جيوغرافيك، الاخطبوط ده. يعني ايه العظمه بقى دي؟ قطع على طول. انا عمري ما دقته، انا مش هكذب عليكم يعني صبيت الكلمات، لكن الاخطبوط كده بنفسه ما دقتوش. ممكن ادوق معاه حضرتك؟ هو عموما يعني هو اكله الرجاله يعني. انا اسف. ايه ده والله العظيم؟ انت على راس الاول. طعمها وحش يعني ولا لا؟ ده جميله، ده حاجه تحفه، حاجه روعه. ده بصي يعني ده الستات اللي تيجي عندكم في المحل ممنوع تاكل؟ لا بس ده يعني قصدي ايه؟ ده حاجه حياه الروح كده بتداوي الجروح على طول يعني. انا مش عايز اقول لك. بصي احنا ايه؟ ندوق برضه احنا كتفوته بس. أيوة. يعني الرجاله كل الحاجات الحلوه بيق. ايوه ايه ده الشقلبه الفظايع اللي حصلت دي؟ اديني يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. هات سكينتك يا حبيبي عشان برضو ايه؟ طيب البق مش طيب. انا اسف. لا انا عامل لك اللي انت عايزاه كله. تمام. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. لا خد الصوص بتاعه بقى عشان ده كده التاكل. يا لهوي بقى. ايه يا اخي؟ بألف عام. ايه ده؟ ده حلو قوي. لا من فضلك ما تخليش الاكل ده للرجاله بس، الرجاله ستات واطفال، كل لا. الناس تنبسط. اللي قلبه جايبه يتفضل. روعه. اتفضل. حلو قوي. الله. طب كليه بقى حادق يعني، كليه بالصوص بتاعه عشان في مفاجاه بقى ما حدش يعني. طب ايه؟ ما هو نفس الصوص بتاعي شبه الصوص اللي انا كنت. لا 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 دي حاجه ثانيه. الله. يا ابني. اوه. لا ايه ده؟ وحياة النبي هتقول لي ايه ده؟ ده الفن الاول، في حاجات بقى تانية اقول لك ايه ده بقى؟ ده روعة. ده صوص ايه ده؟ في ايه؟ طيب ده غير ده؟ نحل طيب؟ نحلي؟ اه هو ده برضه بيتاكل كده وكده، ده ممكن نحل بيه. ينفع نحلي؟ هنحلي بس استنى، انا في ده انا في بقلاوي قدامي. اشرح لي طيب. بصوا بقى طيب. كمان دي ايه ده؟ انا مش قادر. ده بصوا دي كان عند جدتي واحدة زيها حطها على الترابيزة السفرة كده. زينة. بصوا بقى مليانة ايه؟ دي اسمها ايه؟ دي مكان البصر، حاجه في البحر اسمها بصر. بقى المفروض بقى احنا فرغناها وعملنا. لا استاذ ثانيه واحده بيقول لي خمس دقايق يا استاذ. الوليمه دي عايزه 15 سنه نحكي عنها. طب اقول انا بقى؟ اقول انجز بقى. بص بقى ده اخطبوط اهم حاجه بالعسل، بعسل النحل يعني. ممكن نعمل كده. انت بتدوق انت بالعسل؟ لا النحل. نفسي ما تجيبنيش اكون انا. طب انا دوق انا بالعسل النحل. ينفع انت عايش حياتك؟ ده انت بتاكلها عادي اهو. والله مزيكا. لا انا عايز اكلها بديها. لا حاجه ثانيه بالعسل. لا معلش انا عايز اكلها بالموضوع ده. طيب احكي لي بقيه العظمه اللي عندك دي. صواني طيب ايه؟ عندنا شعور مقلي. تمام. لا ده معروف ده. اه شعور بحر احمر. طب الصواني ايه؟ بصي عندنا حاجه مختلفه. مكرونه صوص ابيض بالسلمون. مكرونه صوص ابيض بالسلمون. ندوق. تمام. يا لهوي على الروعة. أنا عايز أسقف من فضلك شيف شعبان. بألف أنا. اسمح لي أسقف لك. بسم الله. ده بطيخ بقى. دي بطيخ أه بس مش هتبقى حلوة. هتبقى حادقة. دي ما حمرا أهي. حمرا بس اللي جواها مش أحمر. بصوا الحركة دي. بص بقى. دي قرصاية. ممكن. ممكن سريعا بقى طالما في خمس دقايق في الحلقة. أيوة. كده. أرقص بالبطيخ؟ طبعا. ده من السوات تترمى في الفحم تندفن وبعد كده تطلع بعد وقت. بتدفن؟ اه طبعا. طب استنى براحتك يا جماعه.
القرش ده حاجه عظمه. طب اشرح لي السؤال بقى. ما لحقتش اتكلم بقى على الحاجات الفريش الحاجات الخفيفه اللي الكل. بص بقى، ده واحده بروكلي. ارجوكوا اطلبوا دي اسمها ايه؟ عروس. عروس بالبطيخ. عروس مدفون بالبطيخ في الفحم. ده فحم فعلا. تمام. ده ايه حبيبي؟ دي بقى حاجه بقى مفيده في كل حاجه. فضل عشان نقول لك ان اللي جواها بلدي. ودي شوربه بروكلي بالجمبري. بروكلي بالجمبري. بروكلي بالجمبري. نقول بروكلي بالجمبري برضه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن اقول إيه حاجه سريعا؟ قول يا ابني. انا اسف. في حاجه بالسمنه الفلاحي مفيش حد بيعملها في مطاعم السمنه. السمنه الفلاحي لا بجد. اول حاجه طاجن فريك بالسي فود. ده حبيبي. تمام. فريك بالسي فود. وبعد كده بنفس الطريقه سمنه فلاحي برضه. مش هقدر اسقف كتير. لا ما تسقفيش بقى، انا عشان اقول اللي بعده. انا بس عايز اعرف مطعم القرش مكانه فين بالظبط عشان انا ما تهش. اتفضل. احنا مكاننا احنا نروح الحصري ونسال فين اسماك القرش. اروح عند مسجد الحصري ونسال فين اسماك القرش. قالوا لي قدام جامعه 6 اكتوبر مباشره. تمام. على المحور المركزي الرئيسي. على الرئيسي كده على الطريق الرئيسي. تمام. تمام. طب انا عايز اطلب طلب. ممكن تعملوا لنا خصم بمناسبه الشهر الكريم؟ يعني أكيد. ممكن 5% خصم. اكيد مش هنزعل معاليكي طبعا. ان احنا هنعمله 7%. الله يك. خصم 7 لحد امتى؟ ده لحد طول فتره شهر رمضان. طول رمضان 7%؟ ان شاء الله. 10% يا عم، انت داخل في شهر كريم يا اخي. ايه الكرم ده؟ ده شهر كريم يا اخي، ده شهر صيام يعني. 10% ان شاء الله. 10%؟ ان شاء الله. بس 10% على التيك اواي. طب والناس بقى اللي بيجوا يقعدوا بقى؟ والناس اللي بيجوا يقعدوا دول بقى نفاجئهم ب 15%. انا عايز اغرط. طبعا رمضان شهر كريم وكل الستات بتبقى مش عايزه تطبخ، فخدي عيالك كده وجوزك وانزلوا خصم 15% فسحه واكل. اللهم صل على النبي، والله العظيم السمك معسل من كتر ما هو طازه. الحمد لله. وننزل 15% خصم طول شهر رمضان. طول شهر رمضان ان شاء الله. وبتوع الدليفري بقى والتيك اواي، انا طلبت 5% هم بكرامهم خليهم 10% كمان خصم برضه طول شهر رمضان ان شاء الله. طب وجبه الخير انا سمعت عنها. عاملين بقى وجبه دلوقتي انا عايز اعمل مثلا اطلع حاجه لله 20 وجبه 30 وجبه 50 وجبه. الاسعار في السمك بتبقى غاليه. لا احنا ان شاء الله عاملين وجبه مشبعه الفرد، يعني الفاعلين الخير في شهر رمضان. وانت هتشاركونا في الثواب؟ اكيد طبعا. تتحمل انت كم في الميه وانا كم في الميه؟ احنا هنحمل 40%. 40%؟ باذن الله. يعني هتكون تكلفه وجبه السمك بعد الخصم بقى، بعد ما انت تتحمل. بعد الخصم ان شاء الله هتبقى. لا هتبقى توصل ل 40 جنيه ان شاء الله. لا ثانيه نقول تاني، وجبات الخير اللي هي لله، اللي كلنا بيبقى علينا حاجات عايزين نقضيها. وجبات الخير الوجبه انت هتحمل 40%. تمام. وانا هتحمل 60% اللي هم تقريبا يطلعوا 40 جنيه. 40 جنيه مش إن شاء الله. تقريبا هيبقى هم 40 جنيه. 40 جنيه ان شاء الله. الله يبارك لكم، الله يكرمكم، كتر خيركم في وجبات الخير وفي الخصومات اللي باكد تاني. مطعم القرش خصم 10% على على الدليفري والتيك اواي، و 15% لو حضرتك خدت ولادك ومراتك وانبسطتوا كده في رمضان. 15% اي تاني. وعاملين مفاجاه كمان. قول لي. عاملين صينيه بمشبعه الاربع افراد. وريها لي بسرعه او اكتر. ناولها لي. ناولها لي دي اهي. ناولها لي دي كمان، مش الايتم كلها بتاعتها دي، اسمها صينيه تسونامي. تسونامي بسرعه بسرعه، يعني الموج العالي. الله اكبر. بصوا يا جماعه، يعني دي انفجار. بصوا شهر النبي، انا رمضان. عايز اخر لقطه. الله الله. دي السونامي دي مالها بقى الصينيه دي؟ دي مشبعه الاربع افراد. ايوه. لا دي 6 افراد والله العظيم. ده مفاجاه اكتر كمان، مفيش مشكله. طبعا بيبقى معاها رز ومعاها شوربه معاها سلطات، بس دي صينيه الاسماك بس، في ايتم تاني معاها يعني زي الشوربه زي كده. تمام. امسك يا ابني، امسك يا ابني. انا فطرت، ده في هنا كفتايه برضه. كفته الجمبري دي اختراع بقى. انا بشكركم بشكركم، للاسف الوقت عدى. طب في ايه؟ هسأله بسرعه. كنت عايز اطلع اقول لك في حاجات كتير قوي ما طلعناهاش، كنت عايز اروقك يعني. لا هدوق بقى. ناولها لي يا ابني. ناولني ناولني. احنا دلوقتي للاسف الوقت خلص، بس انا هعمل ايه بقى؟ هذه الجره هيفتحوها لي وهشوف جواها ايه وهقول لكم. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. هات استنوني دايما. اوبا على صدى. يا لهوي على صدى البلد. ايوه وبنت البلد. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. كفايه كده. يا لا 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 لا. استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم. وفي معلومة كمان كنا عايزين نضيفها، ملناش فروع أخرى.